أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالأرقام والتحليل على أداء مؤشرات البورصة المصرية التي هبطت مؤشراتها على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من مستثمرين أفراد مصريين وصناديق ومؤسسات مالية أجنبية، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 نسبة 1.8% ليبلغ مستوى 7499 نقطة ونصف النقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 31% ليبلغ مستوى 366 نقطة و13 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 64% ليبلغ مستوى 771 نقطة و85 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية الذي هبط بنسبة 1.6% ليسجل 7553 نقطة ونصف النقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 22.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.57%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 16.99%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 73.14% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب أيضا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 26%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع وحصلوا على نسبة 20.76% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 61.28% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات إلى البيع وحصلت على نسبة 38.71% من التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرها سهم أسمنت بورتلاند ترى المصرية بنسبة 6.49%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 3.93%، ثم سهم أورنج مصر للاتصالات بنسبة 3.26%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.12%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتصدرها سهم مصر لصناعة التبريد والتكييف ميراكو بنسبة 5.16%، ثم سهم العربية المصرية لتداول الأوراق المالية ثمار بنسبة 5.15%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.88%، وحل رابعاً سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 3.96%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.3 مليار جنيه من قيمته، ليصل إلى 400 مليار و900 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 576 مليون و900 ألف جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية في تعاملات اليوم، تنضم إلينا في استوديو نيل الأستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال. أستاذة منى، أهلا بك. أهلا حضرتك. اسمح لنا أستاذة منى ومشاهدينا الكرام نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود لنبدأ تحليلنا لأداء السوق اليوم. ما
مدفوعة بعملية بيع من مستثمرين أفراد مصريين وصناديق ومؤسسات مالية أجنبية، هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ما نسبته 1.8، فيما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو 31%. وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا لينهي آخر جلسات الأسبوع على تراجع نسبته 64%. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه من قيمته ليصل إلى ما يقارب 400 ملياري جنيه بعد تداولات كلية بلغت 576.9 مليون جنيه. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 35 مليون جنيه فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي بلغت 19 مليون جنيه، كما اتجه العرب أيضا للشراء بصافي 15.5 مليون جنيه. وقال خبراء أسواق المال إن أداء البورصة خلال تعاملات الأربعاء كان يشير إلى استكمال مؤشرات السوق صعودها في تعاملات الخميس، لكن حادث الطائرة المفقودة بدل اتجاهات الأسهم نحو الهبوط. وتوقع محللون ماليون نجاح البورصة في تجاوز تداعيات حادث الطائرة نتيجة الجهود المبذولة من القيادة السياسية على صعيد المشروعات الاقتصادية الهادفة لخلق فرص عمل ودعم عمليات التنمية. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ تحليلنا لأداء السوق اليوم مع الأستاذة منى مصطفى، خبيرة أسواق المال وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي المصري الإفريقي. أهلا بك مرة ثانية أستاذة منى. يعني السوق شهد تراجع جماعي في ختام تعاملات هذا الأسبوع في اليوم الخميس، خسرت حوالي 3 مليارات و300 مليون جنيه. قراءتك لأداء البورصة المصرية في جلسة تعاملات هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا لازم نعرف ان اداء السوق او المؤشرين خلال تداولات الاسبوع الجاري كان الى حد ما كان متباين. شفنا بداية الاسبوع حد واثنين كان في بعض التراجعات من مستويات المقاومة بتاعتنا، بدأنا نلحظ في جلسة التلات الى حد ما استقرار، كنا بدأناها برضو على تراجعات لمنتصف الجلسة، وبدأنا نشوف وجود او ظهور لقوة شرائية دفعت بالمؤشر خاصة رئيسي انه يقلص خسائره ويقفل في المنطقة الخضراء، واللي استكملناها بشكل قوي وصريح خلال جلسة الأربع بدأنا ان احنا نجرب تاني قرب مناطق 7600، الا اننا فوجئنا النهاردة او شفنا مع بداية التداولات بموجة من جني الارباح كانت نتيجة لحادث الطيارة اللي احنا شفناه فجر النهاردة، واللي كان نوع او الى حد ما كان تراجعات مدفوعة بنوع من البانيك من المستثمرين، لان احنا اخر تجربة لينا مع طيارات كانت الطيارة الروسية، ودي شفنا او دخلتنا في موجة من جني الارباح القوية جدا. ولكن النقطة الإيجابية في جلسة النهاردة لو قارناها مع تعاملات جلسات الأسبوع هنلاقي أن بالرغم من النهاردة عندنا خبر سيء جدا، عندنا إلى حد ما كنا فاتحين الجلسة على بانيك، إلا أننا أحجام التداول بتاعتنا قليلة مقارنة بالجلستين الإيجابيتين أو جلستين الشراء، وده بيدينا إنديكيت أن الدنيا إلى حد ما أو المستثمرين لسه مش قلقانين من السوق قوي أو عندهم الرغبة أن هم يفرطوا في الأسهم بتاعهم، بل بالعكس النهاردة السوق إلى حد ما هي بس أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة اللي حصل فيها الهبوط العنيف، وبدأنا نشوف استقرار في السوق إلى حد ما. في المنتصف الثاني من الجلسة بدأنا نلاحظ وجود قوة شرائية في بعض الأسهم الانتقائية اللي كان على رأسها تجاري دولي، جلوبال تيليكوم، باينيرز، وصادق. الأسهم دي كلها قدرت إن هي تقلص جانب كبير من الخسائر الصباحية. طبعا الفوليوم احنا شفنا النهاردة احنا بنتجاوز 0.5 مليار، لو قارناه بفوليوم الامبارح او اول امبارح هنلاقي ان هو بدأ يتراجع، وده بيقول لنا ان لا ممكن يكون في او على الاقل لو مش هنظهر او في ظهور للمشتري بشكل قوي مع بداية الاسبوع الا اننا ممكن ناخد اداء عرضي اكتر. بعض المتابعين الماليين تحدثوا عن أن البورصة ستتجاوز أزمة الطائرة المصرية المفقودة، ويتوقعوا نجاح البورصة في تجاوز هذه الأزمة نتيجة للجهود
المبذولة سواء على صعيد مشروعات اقتصادية بيجري الإعلان عنها، هل تتفقين مع هذا الرأي؟ السوق هو اللي حسب الموقف. السوق النهاردة بين لنا هو قد ايه قوي، المشتري بين لنا قد ايه هو موجود في السوق ولسه عنده رغبة ان هو يجمع مراكز شرائية في المستويات دي. البياع ايده خفت شوية النهاردة في النص التاني. حادث الطيارة في ذات يعني في حد ذاته هو مش هناخده بالطريقة السلبية قوي، طبعا حادث قريم وكارثة بكل المقاييس، ولكن هي الفكرة ان لو قارناها بالحادث اللي فات هنلاقي ان الحادث اللي فات كان مرتبط بمصر اكتر وعملية ارهابية جوه الاراضي المصرية وهكذا. ولكن دلوقتي المستثمرين شايفين ان مصر هي اللي وقعت ليها طيارة في فرنسا او واتيفر، هي كانت طالعة من مطار تشارلي دي جول، اذا يبقى ده يعني حادث ممكن يحصل في اي دولة مش تقصير مننا، فده ممكن يكون في النظرة المستقبلية مش هيأثر قوي. بالنسبة بقى للسياحة، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة